بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سحر محمود الشامي، ابني مصطفى أحمد البردعي معتقل في سجون أبها بقاله سنتين من شهر 6/2009. سافر، هو العائل الوحيد بتاعي، والده توفى وسافر عشان يسعى على رزقه. بعد سفره بأربع شهور جاني اتصال من أحد أصدقائه إن هو تم اعتقاله، معرفتش عنه أي حاجة، وجالي أول اتصال منه بعد 6 شهور، كان في حبس انفرادي لمدة 6 شهور. بعد كده أول اتصال سألته: يا ابني أنت عملت إيه؟ أقسم لي بالله أنا ما عملت حاجة يا أمي، هو العائل بتاعي وأنا ماليش إلا هو، والده متوفي، ليه بيعملوا معانا كده؟ ليه السعودية بتعمل معانا كده؟ إحنا كنا بنحبهم، لكن للأسف هم حطوا الكره في قلبنا من ناحيتهم. إحنا مش عايزين بلدهم، مش عايزين فلوسهم، يروحوهم، يخرجوهم، يدولهم خروج نهائي. إحنا بنناشد الملك: طلعهم من عندك، اديهم خروج نهائي، مش هنعتب بلدك تاني، لا حج ولا عمرة ولا أي حاجة خالص. بلد دي مش عايزينها ومش عايزين ندخلها. احنا المصريين، المصريين اللي عندهم عزة وعندهم كرامة وما يقبلوش الذل ولا المهانة، احنا مش عايزين منك حاجة، كل اللي بنطلبه ان انت تخلي في قلبك رحمة. احنا بقالنا دلوقتي من شهر 2، بقالنا 8 شهور متبهدلين، واحنا مش من القاهرة، من محافظات، بنيجي وخدنا وعود كتير من الخارجية، وخدنا وعود كتير من السفارة. السفير قابلنا مرتين، ادانا وعد قبل رمضان ان هو هيخرجهم في خلال رمضان وما خرجوش. احنا نفذنا، قلنا له طالما انت هيخرجوا في خلال رمضان احنا مش هنيجي طول رمضان. احنا نفذنا وعدنا وهو خلف وعده. جينا له يوم الاربع اللي يوم الحد اللي فات، اللي قبل اللي فات، قابلناه ووعدنا ان هو هيكون، وعدنا ميعاد النهارده ان هيكون في مقابله وان هو هيكون عنده اخبار جديده. برضه زي عادتهم ما لهمش كلمه. احنا جينا النهارده وهو ما جاش، بيتهرب مننا. ايوه، ليه؟ علشان ايه بيعملوا معانا كده؟ فاحنا بنناشد الحكومه بتاعتنا، بنناشد المجلس العسكري، بنناشد الدكتور عصام شرف، بنناشد الخارجيه: يا جماعه حرام البهدله اللي احنا فيها، احنا امهات ودول العوائل بتوعنا، بيوتنا اتخربت وصحتنا راحت، مش هم ابهات برضه وليهم قلوب وليهم ولاد؟ لو واحد فيهم جرى لابنه كده هيعمل ايه؟ هيكون احساس